أهلا، نتابع مشاهدينا هذا اللقاء والتغطية المباشرة للانتخابات الفرنسية. دكتور نجار، كنت عم تجرب تعليق على قصة الانتخابات النيابية وتأثيرها. أنا بعتقد أنه ماكرون ما في شك عنده أفكار جديدة وحابب يعني شعر أنه الشعب الفرنسي سئم من الأحزاب الموجودة، وعنده أكيد خطة إصلاحية وممكن كتير يعني يقدر يحقق الجزء كبير منها. ولكن المشكلة الكبيرة اللي كنتوا عم تقولوها قبل هي أنه بأي غالبية بالبرلمان، وهالشيء أكيد نعرفه شهر الجاي يعني 11 حزيران و 18. ولكن السؤال المطروح أنه كيف اليوم هالأحزاب هيدي اللي هو يعني تخطيها أما التف حولها، كيف بدها تلملم نفسها؟ هلا ما في شك انه الحزب الاشتراكي بعتقد اكلها ضربه قاضيه، وراح يكون صعب له يرجع يكون نفسه بهالفتره القصيره. بالعكس، انا بعتقد الحزب الجمهوريين لانه اعتبر حاله انه خسر يعني لاول مره منه بالدوره الثانيه، لا شك انه راح يحاولوا يلملموا نفسهم. اليوم في يوم مع كل الفضايح اللي كانت موجودة معه ما قدر حقق الطموحات تبعهم بوقت كانوا معتبرين حالهم تحصيل حاصل رح يوصلوا، كان في أوتوستراد قدامهم وخسروا. أنا برأيي جزء كبير من خسارتهم يفسر أنه الفضايح اللي يعني واكبت أثرت. ولكن الآن ممكن كتير هاليمين يرجع يلملم نفسه ويرجع ينظم نفسه، وهون السؤال المطروح، هل ماكرون رح يكون عنده الجرأة أنه يحكم معهم؟ يعني اليوم وقتها بده يشكل حكومته يكون في عنده أقطاب من الجمهوريين موجودين بالحزب، مثل ما راح يكون في ربما أقطاب من الاشتراكيين، يعني يعمل نوع من ائتلاف أما اتحاد وطني مثل ما بلبنان معودين نعمل أكيد بلا لوبين، شيء طبيعي. ولكن هذه ممكن ساعتها ترجع تخلط الأوراق. ولكن سؤال بينطرح بجدية أنه اليوم مع أي غالبية ماكرون بده يحكم؟ إذا ما أجي غالبية راح تكون قريبة منه ولا قريبة يعني إذا بدك إيجابية معه، ما رح يقدر ينفذ سياسته، ما رح يقدر هالسياسة الجديدة الإصلاحية اللي هو يعني عنده هالطموح يعني يحققها، ممكن ما يقدر يحققها إذا ما عنده هالغالبية المريحة، لأنه الجمهورية الخامسة مرتبطة يعني سلطة رئيس الجمهورية مرتبطة بالبرلمان، وثيق بالبرلمان. صحيح. خلينا ننتقل نرجع مرة جديدة لعند دكتور خطار أبو تياب بفرنسا. مساء الخير دكتور، أهلا وسهلا فيك. مساء الخير، تحيتي إليك وللضيوف الكرام لكل من يشاهدنا ويسمعنا. يا هلا دكتور، بدي أسألك كيف بتعتقد الصوت المسلم في فرنسا أثر في هذه الانتخابات، وهل شعرت أنه كان في فعلا خلينا نقول حماسة أكبر للانتخاب؟ يعني قبل الكلام عن صوت المسلم أود أن أقول أن فرنسا انتصرت هذه الليلة وبقيت وفية لمبادئها في الأخاء والعدالة والمساواة، أثبتت أنها قادرة أن تبقى في أوروبا والعالم. فرنسا أعطت النموذج المضاد لما حدث في العام 2016 من خطاب للقطيعة وامتداد للتطرف حول العالم. هذا هو الدرس الأهم، لم تكن المعركة فرنسية فقط، كانت معركة فرنسية وأوروبية وعالمية. الرئيس الروسي بوتين رمى بكل ثقله من أجل إسقاط ماكرون، لم ينجح في ذلك. نجحت الديمقراطية في فرنسا في موعدها، وبالطبع كل الأصوات، أصوات الأقليات وأصوات المواطنين، هذه الأصوات كان عندها حماسة من أجل إيصال هذه النسبة الكبيرة فوق 65% من أجل إنجاح ماكرون، ومع مرور المرشح العنصرية المعادية للأجانب والمهاجرين السيدة مارين لوبين. نحن إذن أمام منعطف مهم، والسيد ماكرون سيعرف كيف سيحكم، عنده ديناميكية، سيكون عنده حكومة وحدة وطنية، سيؤلف أكثرية سماها تقدمية، ستؤلف ما بين وسط ويمين ويسار، ستشكل نهج حكم جديد. هذه فرصة ربما تكون أخيرة لفرنسا حتى لا تنحرف، سيستغلها ماكرون، سينطلق من هذه الديناميكية. وأنا على ثقة أن الشعب الفرنسي الذي أعطاه هذه الثقة في الانتخابات الرئاسية سيمنحه أيضا الفرصة في الانتخابات التشريعية الأتية. دكتور خطر، هل برأيك سيغير ماكرون الرئيس الآن في السياسة الخارجية الفرنسية التي كانت معتمدة مع هولاند؟ هذا أصغر رئيس في الجمهورية الخامسة، عهد من الشباب، هناك تواصل في عمل المؤسسات. ومن ناحية السياسة الخارجية أؤكد لكم، إن كان على الصعيد الأوروبي أو الصعيد العالمي،
هناك مواصلة لنفس السياسة الخارجية التي اتبعها الرئيس فرانسوا هولاند. شكرا لك دكتور خطر أبو دياب، ما رح نأخرك أكثر من هيك على الواقف، أهلا وسهلا فيك. مهم كثير نحكي عن السياسة الخارجية وهذه المقاربة، لأنه كانوا على ضفتي نقيض بشكل واضح. مارين لوبان كانت عم تحكي أنه هي مع بقاء بشار الأسد في سوريا، هي مع حلف ما مع إيران في المنطقة لمحاربة الإرهاب. ماكرون على الضفة الأخرى بالعكس يرى أنه الحل في سوريا هو مختلف ولا يتضمن وجود بشار الأسد. كيف بتعتقد رح يكونوا اليوم التداعيات على المنطقة لهذه السياسة الخارجية؟ يعني يعني الأقرب للملموس هو أنه ماكرون رح يكفي بالسياسات الخارجية بالمسار بس اللي كان، بس بعد نشوف أنه ما كانت ناجعة ولا نافعة ولا ولكن بالمجال العام يعني بالمسارات العامة ما فيني أفترض سلف تغير كبير في الموقع فرنسا. هل سيوقف جبهة ترامب برأيك في المنطقة أم يعني لو اجت مارين لوبان كان ممكن نشوف حلف امريكي فرنسي؟ انه ما هو ترامب كمان تغير يعني، لا هو لما ضرب يعني لما ضرب مطار شعيرات كان موقف مارين لوبان هو مستهجن او مستغرب لذلك. صحيح، لم تكن تتوقع. هلا ماكرون ما كان كمان من الصقور فيما يتعلق بدعم المعارضه السوريه، ما كان مثل مثلا بنوا ما كان موقفه اكثر وضوح فيما يتعلق باخذ طرف بشكل واضح في الحرب السوريه. نعم. بس خليني اقول انه عم بيعملوا مكياج مثل ما عم نشوف رتوش زاشي لماكرون ليحكي بخطاب الانتصار بعد انتخابه اليوم بخلنا نقول فوز غير متوقع لكثيرين، حوالي 66% حتى الساعة هيك هي النتيجة، حوالي 66% حققها ماكرون بفوز كتير كبير تاريخي خلينا نقول لهذا الشاب اللي عمره 39 سنة واللي أسس حركته أن مارش أو حزبه من حوالي السنة. فصعود صاروخي بأي معيار في السياسة، صعود صاروخي لبلد تقليدي مثل فرنسا بالنهاية، مثل ما قلنا صارت مؤخرا من رأي هذا الصعود الصاروخي هو شكل من أشكال تجاوز الاستابليشمنت. يعني بالنهاية شو يعني استابليشمنت؟ ضل نحكي عن استابليشمنت مؤسس الحاكم استابليشمنت شغلتين، شغلة أول شيء هو السلك، يعني أنه واحد بيتدرج بالسياسة، أول شيء بيفوت بشبيبة الحزب الفلاني، بعدين بيترشح على بلديات، بيكون كادر بهذا الحزب، بيكون مساعد لنايب ديغولي أو لنايب اشتراكي، بعدين بيصير نايب، بعدين عمر الخمسين ممكن يصير وزير، عمر السبعين ممكن يصير رئيس للدولة. اليوم لا شك أنه هو دخل السلك، ولكن قطعوا بسرعة، دخلوا يعني بفترة بسيطة، خرج منه بالوقت المناسب، بالوقت اللي كان المركب الاشتراكي عم يغرق، رفض أن يفوت بالبريمير بالانتخابات التمهيدية للاشتراكيين وحلفائهم، رفض أنه يخضع لآلية التصويت للقاعدة الشعبية تبع الحزب الاشتراكي، وهذا بشكل معين هو في تجاوز لقوانين قواعد العمل لدى الاستابليشمنت. ولكن شو بيختلف بينه وبين حدا شعبه؟ انه هو بالنهايه واقع في نهايه الامر، بيعرف انه الخروج والدخول الى الاستابليشمنت هو بهدف تنشيط حيويه الاستابليشمنت، وانه لا يمكن ان تبنى دوله في العالم الا باستابليشمنت معين. يعني ما في كمان هذا الخطاب واذا ممكن نسمع خطاب ايمانويل ماكرون لو سمحتوا، بس كثير عاملين له نعلي الصوت مزغرينه كثير يعني هيك. هون لكن بلش دكتور الكسندر نجار اتالي بيقول جو لي انفونتي، اخترعته لماكرون. هل هو عن جد اختراع مثل ما البعض حتى راح بالنظريات المؤامره انه هي فبركه لمصارف رجال الاعمال بحيث انه يقدموا شخصيه ضد المؤسسات؟ لا ما فيها في في فيها مبالغه، اكيد هو لعب دور مهم اتالي وغيره، يعني كانوا مقربين منه وهن دفشوه ليكون وزير يعني بوقت معين وقبل مستشار،
ولكن هو اكيد عنده كاريزما معينه، بعدين عرف يطلع بالوقت المناسب من الحكومه، بوقت الحكومه كانت عم تغرق اكثر واكثر، وهولاند بالاستطلاعات الراي عم ينزل اكثر واكثر، فما في شك. بس بعتقد التصويت له بهالشكل هو انه كمان الفرنسيين زهقوا من السياسات اليمين واليسار التقليديين، يعني هالاستابليشمنت كمان حسوا الفرنسيين انه ان كان ساركوزي ولا هولاند ما عطوهم اللي كانوا بيطمحوا له، وشافوا الازمات الاقتصاديه بعدها مكفيه بالبلد، واعتبروا انه هيدا جاي من خارج الصربي، عم بغرد خارج الصربي، واعتبروا انه ممكن هيدا يجسد الامال طموحات الفرنسيين، من هيك جزء كبير منهم راح. هلا اكيد في نظريه بتقول انه الاشتراكيين كانوا حاسين انه اليمين عنده أوتوستراد قدامه، وهي كانت طريقة ذكية كمان انه يقدروا يعني يعرضوا مرشح لإلهم ما يكون موبوء اذا بدك، اما عليه مسبوغ بصبغه هولاند. مش هيك شفتنا بالانتخاب الدوره الاولى على طول فيون يقول ايمانويل هولاند يسميه مش ايمانويل ماكرون، وكفت مارين لوبان بنفس السياسه اكيد دونك حاولوا يقولوا هالشيء. لا شأنها ما بين الواقع هيك اليوم، انا بعتقد اكثر شيء قالت له بمحل كان عم بايدك مرتين بالنهار على القليله هولاند، وكان في تأييد كثير كبير، بس النتيجه بعتقد انها كمان بتبين انه الفرنسيين برجع بقولها زهقوا من الاصطفاف التقليدي، بلش تحت عنوان انسامبل فرانس معا. اعطيتموني ثقتكم وانا ممتن لكم لذلك، انه لشرف كبير وانها لمسؤوليه كبيره، حيث الامور لم تكن محددة مسبقا. أريد أن أقول لكم شكرا، شكرا من صميم قلبي، أنا ممتن لكل واحد منكم قدم لي دعمه وصوته، وأنا سأقوم بكل طاقتي لأكون على مستوى ثقتكم، ولكن في هذه اللحظات أتوجه إليكم جميعا أنتم أيها المواطنون الفرنسيون، وأتوجه إليكم جميعا على اختلاف خياراتكم رغم الصعوبات. أنا لا أعرف لا الصعوبات الاقتصادية ولا التصدعات الاجتماعية ولا المآزق الصعبة، أريد في هذا المساء أن أتوجه بتحية جمهورية لخصمي السيدة مارين لوبين. أنا أعرف هذه الانقسامات التي دفعت بجزء من مواطنينا بالتصويت للأحزاب المتطرفة، وبالتالي أنا أعرف كل الشكوك التي عبرتم عنها، وبالتالي من مسؤوليتي أن أستمع إليها من خلال حماية المستضعفين والتأكيد على التضامن ومكافحة جميع أوجه اللا مساواة، ومن خلال أيضا التأمين أمنكم بصورة راسخة، ومن خلال ضمان وحدة الأمة، حيث أنه من خلال كل هذه الكلمات التي عبرت عنها أعرف بأن هناك وجوه لنساء ورجال لأطفال لعائلات، وأنتم ووجوهكم جميعا في هذا المساء أتوجه إليكم جميعا كلكم معا، أنتم يا من تمثلون شعب فرنسا، لدينا واجبات إزاء بلدنا، نحن وراثة تاريخ كبير ورسالة إنسانية نوجهها للعالم، هذا التاريخ هو تاريخنا، علينا أن ننقله لأطفالنا، ولكن أيضا أن نحمل هذه الرسالة إلى المستقبل. أنا سأدافع عن فرنسا وعن مصالحها الحية وعن صورتها وعن رسالتها، وأنا أتعهد بذلك أمامكم. سأدافع عن أوروبا، هذا المصير المشترك في قارتنا، إن حضارتنا، قرارنا في أن نكون أحرارا، لنؤكد على القيم المشتركة وقيم الأمل. أريد أن أنسج الصلات بين أوروبا وشعوبها، بين أوروبا وبين المواطنين، وباسمكم أوجه إلى أمم العالم تحية فرنسية أخوية، وأقول لهم بأن فرنسا ستكون حريصة على السلام وتوازن القوى وعلى التعاون الدولي وعلى احترام التعهدات في مجال التنمية ومكافحة ارتفاع حرارة الأرض.
وأقول للجميع بأن فرنسا ستكون في الصفوف الأولى في محاربة الإرهاب هنا وفي العمل الدولي، وهذا المعركة مهما طالت سنخوضها دون كلل أو ملل. أيها المواطنون، تاريخ جديد، صفحة جديدة من تاريخنا تفتح اليوم. أريد أن تكون صفحة للأمل وللثقة والاستعادة الثقة. إن تجديد وتحديث الحياة السياسية تلتزم اعتبارا من الغد، وإطفاء الطابع الأخلاقي والاعتراف بالتنوع وبالحيوية الاجتماعية، هذا سيكون أساس وقاعدة لعملي. لن أتوقف أمام أي عائق، سأعمل بكل تصميم وفي إطار احترام الجميع. من خلال العمل والمدرسة والثقافة سنبني مستقبلا أفضل. أيها الفرنسيات، أيها الفرنسيات، أيها الفرنسيون، أيها المواطنون الأعزاء، أريد في هذا المساء أن أحيي الرئيس هولاند الذي عمل خلال 5 سنوات من أجل بلدنا. خلال السنوات الخمس القادمة مسؤوليتي ستكون وستكمن في التهدئة وأبعاد المخاوف والتأكيد على التفاؤل والعمل من خلال التأكيد على العبقرية الفرنسية. مسؤوليتي ستكمن في جمع كل النساء والرجال من أجل مواجهة هذه التحديات الكبيرة والعظيمة التي تنتظرنا من خلال العمل. بعض التحديات هي تشكل حظا للنجاح كالتكنولوجيا والطاقات وأوروبا، وهناك تحديات أخرى هي صعبة في مجال هي تهديدات في مجال الإرهاب. ونحن سنعمل كل ما بوسعنا من أجل إعطاء الشعب الفرنسي لكل واحدة واحد منكم في حياته المهنية والشخصية والأسرية الأمل لنحب فرنسا اعتبارا من هذا المساء. وخلال السنوات الخمس القادمة سأعمل بتواضع ووفاء وتصميم على خدمتكم وباسمكم. عاشت الجمهورية وعاشت فرنسا. الكلمة واضحة موجهة